مرحبا بكم في حوصلة جديدة لأخبار نادي الإفريقي اليوم الأربعاء 19 أوت 2020. باش نحكو على ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي بتونس. النادي الإفريقي باش يلعب بالكادي، شنو الحكاية هذه باش نرجعو لها من بعد شوية. نبدأ بطبيعة بأهم خبر اليوم اللي هو تعاقد رسمي لياسين الشماخي مع نادي الإفريقي. أونفان المسلسل هذا وفاء، وكان اليوم كنا ديجا حكينا على الموقع الرسمي تاعنا بأنه ياسين الشماخي كان متواجد في بيرو عبد السلام اليونسي باش يكملوا الاتفاقية ويكملوا يمضوا على العقد، وإفكتيفمون تم إمضاء العقد رسميا لمدة 3 سنوات. دونك ياسين الشماخي كلوبيست حتى 2023 جوان 2023 مقابل 950 ألف دينار في الموسم الواحد. دونك المسلسل هذا وفاء، توا جوست باش نعرفوا اسكو هو تمديد العقد او تجديد العقد، اسكو لانه تمديد العقد دونك ياسين الشماخي نجم يكون على ذمه الاطار الفني في اي وقت، يعني ابادير حتى الماتش الجاي. اذا كانوا عقد جديد كومبليتمون دونك يلزم نستنوا الميركاتو، وكما تعرفوا ثم عقوبه المنع من الانتدابات، دونك ما ينجم يلعب الا ما النادي الافريقي يخلص خطيط اوندما. لكن ابريوري باش يكون تمديد العقد بولمو، معناش تفصيل في الديتاي هذا في النقطة هذه، إن شاء الله نعود نرجع لها بأكثر تفاصيل. الخبر الثاني بعد اجتماع اليوم مكتب الرابطة، الرابطة الوطنية كرة القدم، باش تنظر في الملفات نتاع سويت المباريات الجولة الفارطة. كانوا شافوا الملف نتاع حمزة الوسيد رئيس فرع كرة القدم في النادي الإفريقي، وكما تعرفوا كان خرج بورقة حمراء بعد مناوشات مع الحكم الرابع لهذا الرابطة. كانت سلطت عقوبة على حمزة الوسلاتي 2 مباريات، ما يعني ما يحضرش في الماتشوات، ما يخرجش على بنك البودلاء، مع خطية ب 5000 دينار. سلافيا براغ مازال مصر على انتداب باسيرو كومباوري مهاجم نادي الافريقي. كما تعرفوا كان نادي سلافيا براغ كان دخل في اتصالات مع نادي الافريقي توا مدة، بيحب يشري يعني باسيرو كومباوري، وكانوا تقدموا بعض العروض اللي ما كانتش في قيمة الملاعبي. مازال العرض الاخر ما هوش في قيمة باسيرو كومباوري، لكن يمكن في الظروف الحالية عن نادي الافريقي يخلي الادارة تقبل. وحسب المعلومات الاخرى هو العرض الاخراني اللي تقدمت به النادي 225 ألف دولار. دونك وثم مساعي من النادي، من إدارة نادي الإفريقي، باش يطلعوا بالمبلغ هذا ل 250 ألف دولار. والملاعب يحاب يخرج كوت كوت، يعني ماذا بيه يخرج، والإدارة مسحقة الفلوس. ومع أنه الشماخي عاود صحح كونترا مع نادي الإفريقي، دونك تم الحظوظ بتاع خروج باسيرو كومباوري من نادي الإفريقي ولت مرتفع جدا، باش نتابعوه في الأيام القادمة. وثم إمكانية كبيرة لأنه يتم تسريح باسيرو كومباوري. تقديم مباراة نادي البازاتي ونادي الإفريقي، كما تعرفوا كان مباراة نادي البازاتي ونادي الإفريقي مبرجة نهار لحد الجاي، لكن بعد أحدث جامعة توصيل كرة القدم تعديلات في رزمة المباريات، رزمة البطولة، ما تبقى من البطولة بعد لا تم إلغاء المباريات الودية على المنتخب الوطني في سبتمبر. دونك ثم متسع من الوقت وعملوا عاودوا بدلوا في تواريخ المباريات، وتم تقديم مباراة نادي البازاتي ونادي الإفريقي ليوم السبت، دونك نهار السبت الجاي باش تلعب. ومن كان المباراة مبرمجة باش تعد في الوطنية الأولى نهار لحد، وبالتقديم هذا أحدث بلبلة صغيرة في برامج بث المباريات، وبالتالي ماشي باش تعد المباراة هذه في التلفزة. لكن حسب معلوماتنا، لأنه إدارة نادي إفريقيا قدمت بمطلب رسمي لجامعة تنسيق كرة القدم باش تمكنها أنه تعد المباراة على صفحة رسمية للنادي على الفيسبوك، ومنتظر باش تعد، وأكيد باش تعد على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي على الفيسبوك. نبقى مع المباراة هذه نتاع بنزرت والنادي الافريقي، وتم تعيين طاقم تحكيم لإدارة المباراة هذه: حكم ساحة مجدي بالحاج علي، حكم مساعد أول يامن ملوشي، حكم مساعد ثاني حسان عبد العالي، مراقب مباراة محسن بن سالم. كما تعرفوا النادي الافريقي كان صحح سبونسورينج جديد مع القطريه، دونك واول ماتش باش يظهروا فيه بالقميص الجديد اللي فيه اللوجو نتاع القطريه ان شاء الله، باش يكون في ديربي العاصمه نهار الاربعاء 26 اوت. دونك باش يكون اول مباراه يظهر فيها نادي افريقي باللوجو نتاع سبونسور جديد نتاعو. المباراه باش تلعب ان شاء الله في ملعب برادس انطلاقا من الساعه 7 مساء.
نهار السبت زاد ماتش اخر لكن في اختصاص اخر اللي هو بطوله كره اليد السيدات وهو نصف نهائي البطوله. ونادي الافريقي باش يواجه امل الرياضي برجيش بقاعه الحمامات انطلاقا من 6 العشيه. كما تعرفوا جامعه كره اليد كانت قررت بان مباريات تتلعب في تيران نوتر بدون حضور الجمهور، وبالتالي نادي الافريقي باش يقابل ارجيش في الحمامات 6 نتاع العشيه. في نصف النهائي الثاني باش تلعب ما بين الجمعيه النسائيه بالمهديه والجمعيه النسائيه بتبولبا في نفس التوقيت يعني 6 نتاع العشيه وفي قاعه جمال. كنا حكينا على نادي الافريقي في درب العاصمه شارع بليكادي، وهنا نحكي على كره اليد ذكور نهار السبت زاد باش تلعب الدربي العاصمه ما بين النادي الافريقي والترجي بتونس في الجرجاني. كيف كيف كيما البنات يلعبوا 6 زاد والنادي الافريقي باش يلعب بليكادي ومعاه شويه ملاعبيه من الجونيور. علاش؟ كيما تعرفوا ما فماش ملاعبيه سينيور ما رجعوش، وكيما في ماتش اللي فات الحمامات كنا لعبنا بالصغار خسروا 30-16 يعني ديفيرينس 14 نبونتو. بون في الدربي باش يكون اكيد ديفيرينس كبيره زاد، لكن هذا الخيار توا اللي ماشي فيه النادي هو تشبيب الفريق ما يهمش في الريزولتا. دونك بيشربوا بالولاد الصغار في ماتش كبير كيما هكا دونك يا با لو شوا توا بيشربوا بالولاد الصغار وربي يستر ان شاء الله ما تكونش معناها النتيجه عريضه برشا، ولو انه ما عادش يهم توا. المهم توا انه نعاودوا ريستركتوراسيون نتاع الفرع هذا ونتاع ناتو شونس الولاد الصغار نتاعنا. هكا نكونوا وصلنا لاخر حلقتنا اليوم، ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا بعضنا غدوه ولا بعد غدوه توت فاسون وين تتوفر المعلومه ان شاء الله نعاودوا نرجعوا بعضنا. دونك بروبلمون غدوه الحي دونك تابعونا ما تنسوش باش تشتركوا في القناه وتشغلوا النوتيفيكاسيون. تابعونا على الفيسبوك زاد على الصفحه الرسميه تاعنا كلوبيست.نت على الموقع الرسمي كلوبيست.نت وبالطبيعه في القناه هنايا تابعونا ان شاء الله ديما نعملوا ريكاب وحوصه لكل مهم النادي الافريقي. شكرا على المتابعه ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.